ورجعنا لكم مرة تانية وآخر فقراتنا الحوارية في كلام البنات. ودلوقتي هنتكلم مع فنانة بس من نوع خاص جدا. ضيفتي الحقيقة قررت ان هي تقتحم عالم الرقصات الشعبية الجميلة. قدمت تبليهات فنية يعني زي ما بقول لكم كده روعة في الجمال ومبهرة من تصميماتها. أسست فرقة النجوم الشعبية علشان بقى تورينا الجزء الأصيل في تراثنا الفني والثقافي اللي هي الملاية اللف والجلابية الفلاحي وحاجات كتير جدا. خلوني في البداية أرحب بضيفتي هايدي سمير مصممة الرقصات الشعبية ومؤسسة فرقة النجوم الشعبية. أهلا بك يا هايدي. أخبارك إيه؟ الحمد لله. تعبانة عندك برد ولا إيه؟ لا أنا بصيت مرهقة. لا ألف سلامة عليك. إيه هي فرقة النجوم الشعبية؟ يعني عرفينا وعرفي السادة المشاهدين بيها. فرقة النجوم الشعبية الموضوع بالنسبة لي أنا ابتدى أصلا من أيام الدراسة. أنا كنت بحب النطنطة وبحب الرقص وبحب الحاجات دي كتير. فالموضوع ابتدى معايا من المدرسة. ابتدى بعد كده من قصر ثقافة إسماعيلية وبعدها مركز شباب إسماعيلية. طبعا كان في مدربين الأول هم اللي بيدربوني مستر حسن وكابتن حسين. دول طبعا ليهم فضل عليا. هم اللي علموني. ده من وانت في المدرسة كنت بتتدربي؟ لا من وانا في المدرسة. أنا بالنسبة لي كان هو كنت بصمم من وانا في المدرسة. كان أيام فرقة محمد رضا كنت في فيلم زمان. كنت بحب الرقصة بتاعته اللي هي بتاعت حلاوة شمسنا. فمن وانا في الإعدادي عجباني قوي كانت الرقصة. فبدأت ان انا اغير كمان حاجات في الرقصة وعملتها في المدرسة عندنا. اوكي. طيب شايفة النوع من الرقص ده ممكن يجي عليه وقت وينقرض يعني تبقى موضة وخلاص وتروح عليه؟ لا ما افتكرش ان الفنون الشعبية هتبقى موضة وادمت. لان انا شايفة ان هي نامت بس فترة. الموضوع يعني اللي هو بقى مش موجود بعد ما كان مثير للجدل كتير قوي وكان موجود وكانت في ناس كتير قوي بتطلبها. انا شايفه ان هو يعني ان احنا ان شاء الله نقدر نرجع ده تاني. ازاي بقى نقدر نرجع ده على المسارح بتاعه الدوله والناس تروح تحضر حفلات؟ يعني عندنا بيبقى في حفلات في الاوبرا كتير جدا للموسيقار الجميل اللي كنا بنحبه مثلا عمر خيرت. كلنا بنبقى مستنيين حفلاته. ازاي نقدر نعيد احياء الموضوع ده مره تانية؟ والله احنا المفروض كمجموعه بنروح وبنقدم احنا نفسنا. بنخلي مثلا مخرج الفرقه دي او مخرج المكان بيتفرج علينا الاول يشوف هيدينا مثلا يقيم مثلا شغلنا مثلا بنسبه كام في الميه. وبنبدا من هنا نتعامل ونتواصل معاهم. يعني احنا اللي بنروح نقدم نفسنا. احنا اللي بنروح نشغل نفسنا يعني. يعني ده دوركم ان انتوا برضو تروحوا زي ما يعني اكنها بضاعه بتعرضوها يا جماعه كده. يلا تعالوا نرجع الموضوع ده. طيب التصميم بتاع الرقصات انتوا عملتوا تصميم لرقصات جديده. كلميني بقى عنها. مين اللي كان بيبتكرها؟ هل انتوا بتضيفوا كفرقه حاجه عليها ولا لا؟ لا هو مسألة ان حد ضاف معايا الفترة الاخيرة دي ما حدش ضاف معايا الفترة الاخيرة دي فيها كنت لوحدي. يعني كنت حابة اقف. ايه يعني ضفتي ايه مثلا؟ عملتي يعني إيه؟ انا بمسك دايما الورقة والقلم. بيبقى عندي افكار جديدة في دماغي بس مش قادرة دلوقتي ان انا انفذها. بتبقى في دماغي ان انا عايزة انفذها. بدأت عملت حاجات جديدة مودرن. سبت شوية الفنون الشعبية وبدأت عملت حاجات مودرن تظهر شوية بشكل مختلف. يعني انا شايفة ان احنا دايما بنجيب مثلا بنستعير ناس من بره في الفيديو كليب مثلا ورا مطرب كذا ورا مطرب كذا. انت عملتي تعاونتي كان في تعاون مع مغني نيجيري وعملتي صممتي رقصات في الاوتوبيه. هو مصري. هو مصري وبيغني نيجيري وبيغني فرنسي وبيغني. ان شاء الله دي هتتعرض الفتره اللي جايه مثلا اقل من شهر باذن الله. دي هتبقى موجوده. ايه الدافع اللي خلاكم ان انتوا تعملوا الفرقه دي؟ يعني فرقه النجوم الشعبيه صح؟ ايه اللي خلاكم تعملوها؟ والله احنا دايما عندنا اسماعيليه معروفه. انت اسماعيلويه؟ طب فين المانجا؟ فين المانجا؟ هنجيبها لحضرتك اهو. احنا دايما معروفين شويه بالاسماعيليه الفنون الشعبيه. حتى عندنا في مهرجان الفنون الشعبيه كل سنه لازم بيتم كل سنه. فدي حاجه مش ممكن تنام عندنا لا في ثقافه اسماعيليه ولا في ولا في مراكز الشباب. فهي اوريدي على طول شغاله. السمسميه اسماعيلويه. السمسميه اسماعيلويه. اوكي. طيب فرقه رضا بقى في تعاون ما بينكم ما بين فرقه رضا ولا ما فيش؟ في كان تعاون بيننا وبين فرقه رضا بس الكلام ده بيبقى تبع مركز الثقافه الاسماعيليه مش تبعي انا. هرجع تاني للتصميم الرقصات. هل انت مثلا ما فكرتوش تعملوا اغنيه خاصه بيكم؟ يعني تبقى اغنيه بالرقصه بتاعتكم تبقى حاجه خاصه بيكم انتوا.
مع اغنيه بالرقصه بتاعتنا احنا بنعمل كده يعني مثلا. ولا انت عملتيها دي مع المغني اللي هو المصري اللي غنى نيجيري؟ لا عموما انا اشتغلت اوريدي معايا 3 اغاني عاملين اغنيه للريس واغنيه للكوره واغنيه للبلد الله. نفسها. اه دي واحده كانت منهم يعني. لكن احنا من نفسنا احنا بنعمل رقصات بس بنعملها مثلا ايه لاصحابنا يعني نفاجئهم بيها في عيد ميلاد في فرح ممكن نعمل حاجات جديده بس بتبقى لاصحابنا. خليني اكلمك شويه عن الاهل. الاهل دايما ما بيسمعوا كلمه رقص يعني هي الرقص دي بس لا بيجي لهم ايه بانيك كده اللي هو لا 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 لا. أيوة كلميني عن الاهل. انتوا كام اصلا كام حد في الفرقه؟ احنا مثلا بنبقى 8 بنات و8 شباب طيب. او مثلا حسب ما المطرب مثلا بيطلب او حسب ما بيطلبوا فاحنا بنجيب مثلا اشطر مثلا الناس بنختارهم ان هم يبقوا في الكرو ده في الموضوع ده. طيب خلينا نتكلم عن البنات. الثمان بنات اهاليكم ما كانش عندهم اعتراض اللي هو لا وازاي وترقصي واحنا مجتمع شرقي وما ينفعش واللعب بقى والحاجات دي؟ لا اكيد بتبقى في عقوبات واحنا في سن اصغر من كده ما كانش فيه. كان بالنسبه لنا حاجه حلوه احنا رايحين قصر الثقافه احنا رايحين مركز الشباب كان بالنسبه لنا حاجه حلوه. دلوقتي لما كبرنا اه طبعا في عقوبات بتبقى في عقوبات بس احنا يعني اللي هو ايه بنفهمهم الامور ببساطه عشان احنا فعلا مجتمع شرقي في ناس بتحب تتفرج على الفن بس لو بنتها او ابنها لا انا عايز اعمل كده اللي هو لا يعني احنا لسه ما عندناش ثقافه شويه في الموضوع. شايفه ايه اللي ناقصنا ان احنا تبقى الثقافه دي عادي عندنا موجوده يعني نتفرج كتير نتفرج على ان في اطفال اصغر مننا بتعمل كده بره. احنا محتاجين وعي كتير ثقافه كتير نتفرج على كده اكتر. ما فكرتوش تطلعوا بالفرقه بره؟ يعني سافرت تركيا وسافرنا تشيك وسافرنا المغرب. يعني طب ردود الافعال بقى ايه يعني اكيد اصل ده من التراث بتاعنا يعني. طبعا مبهره. انا عايزه اقول لحضرتك تركيا دي يعني كان يمكن فيها اكتر من ترحيب المغرب كمان يعني يعني كان الموضوع مختلف بالنسبه وكان في اقبال من الجمهور ناس وجايين. طبعا والله لو كانت الصور جهزت انا عندي صور ما جبتلناش حاجات كتيره معايا كنا بنتفرج المره الجايه ان شاء الله. لا طبعا تركيا كان فيها حاجات كتير وكانت العلاقه بلاد تانية. المغرب رحتوا مثلا رحتوا تونس رحتوا بلاد أوروبية ولا لا؟ رحنا لا احنا بلاد أوروبية لا احنا رحنا تركيا ورحنا المغرب ورحنا تشيك دي الثلاث بلاد اللي احنا رحنا. دايما أي حاجة بيبقى في عقوبات أو صعوبات بتواجه الواحد إيه الحاجات اللي بتواجهكم ومحتاجينها فعلا من الدولة أن يبقى في دعم من الدولة ليكم؟ الميزانيات حتى الميزانيات في مراكز الشباب بسيطة يعني بتاخد وقت على ما نعمل مثلا الشكل اللي احنا عايزينه بالديزاينت اللي احنا عايزينه بالمنظر العام اللي احنا نظهر بيه قدام الناس بطلتنا دايما الميزانية بتبقى قليلة شوية. طيب عشان برضو اللي بيتفرجوا علينا انتوا بتعرضوا فين؟ اللي حابب يتفرج عليكم يروح لكم فين؟ والله احنا اصلا اوريدي موجودين في اسماعيليه لكن في طبعا لكن احنا بنروح القاهره وبنروح كذا وبنروح كذا بنروح جميع المحافظات وطبعا بتبقى مثلا في تليفون بيوصلوا لنا بيه في كده في فنادق جديده الفندق الجديد اللي في طليب اللي في اسماعيليه ده احنا متواصلين فيه يعني في ناس موجودين هناك ليكم على طول طبعا هناك. في ناس بتيجي من هناك بتيجي تتفرج علينا بتيجي من القاهره تتفرج على ان الحفله بتاعتنا مثلا تبقى اوريدي يوم الخميس فاحنا موجودين تبع فرقه مغرب. مده العرض بتبقى قد ايه يعني اللي بيبقى فيه يعني زي على حسب احنا عندنا جميع الفقرات اسكندراني سمسميه بامبوتي نوبي خليجي يعني بتعملوا كل ده في عرض واحد ولا بنعمل كل ده في عرض واحد بس على حسب ما مثلا صاحب المكان بيطلب مننا. انا مثلا عايز 3 فقرات عايز البرنامج مثلا ما يتعداش عن ساعه الا ربع فمثلا بنحط له برنامج ان هو ما يتعداش عن ساعه الا ربع. بيقول اولويه ايه مثلا الصعيدي دي طبعا طبعا الصعيدي دي طبعا هي اللي لازم بنبدا بيها دي دايما بتبقى ما حدش بيرفض الصعيدي طبعا يعني. طبعا بتحصل لكم اصابات او يعني اثناء التمارين او اثناء العروض ولا عشان بنبقى مكثفين اخر اسبوع بالذات بنبقى مكثفين في البروفات شويه فممكن تلاقي في بقى بنات بدات اللي هو ايه تتعب ارهقت بقى بنبقى صاحيين مطبقين بتاخد وقت قد ايه يعني في التمرين بيبقى قد ايه او البروفا يعني قد ايه؟ البروفا مثلا بتبقى مش اقل من 3 ساعات كتير او ممكن 3 ساعات ده يوميا ونص. ولا ايه؟ او ممكن لا بتبقى مثلا هو 3 ايام في الاسبوع 4 ايام في الاسبوع على حسب كتير. مثلا الشغل مثلا بعد شهر الاوردر ده مثلا مطلوب مننا بعد 5 ايام فبتبقى حسب التكثيف البروفات عندي بتبقى حسب المده اللي قدامي
لو حد من البنات بيتفرج علينا وهو بيستهوى الموضوع ده، ممكن بتقبلي بنات عندك في الفرقة؟ طبعا. مفيش في سن معين يعني ولا؟ بتبقى عندي مثلا اللي هو ازيد مثلا من 13 سنة. اكتر من 13 سنة. اكتر من 13 سنة. ماكسيمم كام بقى؟ لان اقل من كده بتبقى خلاص كده اللي هو بتعتبر ايه في فرقة الاطفال. اوكي. عندكم فرق الاطفال؟ عندنا فرق في اسماعيليه، عندنا فرق في اسماعيليه فرق اطفال، وعندنا مسرح عربي. انا عايزه اتفرج على الحاجات دي وتجيبي لي المانجا هناك. من عنيا الاثنين. هايدي انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا في كلام البنات. هايدي سمير مصممه رقصات ومؤسسه فرقه النجوم الشعبيه. ميرسي جدا ليكي. ربنا يخليكي. شكرا. ميرسي لكل مشاهدات ومشاهدين برنامج كلام البنات. طبعا كلامنا النهارده خلص، لكن كلام البنات عمره ما بيخلص. بكره يوم جديد وحلقه جديده وكلام البنات. باي باي.